السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي فؤاد قنا. قيطها كيف دوزتي الليله ديال حامقه اخي ابراهيم؟ اي والله الاجواء انا عرفتي ماشي عاديه ما التجربه اول مره خوانا نعيشها. شحال يعني كنتي كتجي وكتمشي ما كنتيش كتبت؟ عمري بت هذه التجربه كانت واعره اخي. والناس اللي ما جاتش نوض قنر شنو غادي تقول لهم؟ كننصحهم يجيو اخي ابراهيم. اي والله الاجواء ماشي عاديه الخاوه. تبارك الله حياك اخي زهير كيفاش؟ بخير اخي ابراهيم. صباح سيم واد مدخم الخاوه ناشط انتك مكالمين شي كلشي الخاوه. زهير نسينا من الناس اللي اول مره جاو نوض قنار ونسينا جيتي صحيح جيتي وباتي اليوم يعني تعاودنا على الاحساس ديالك. الاحساس اخي ابراهيم ما كيتوصفش الخاوه يعني اول مره نجي نوض قنار ما عمري جيت له عجبني الحال كالم ترانكيل الخاوه كتنسى كلشي الهز ديال الخدمه كتنسى كلشي كتخلي الليل ما كتنساش غير مره الخاوه. تبارك الله. ساكت شخمك الخاوه هذه ما كتنساهاش. ايوا خاوه كنصاحب الناس يجيو نوض قنار الخاوه تبارك الله عليك كنصحهم يجيو نوض قنار ويعجبهم الحال ويفرحوا مزيان اخي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي ابراهيم. الا قلت لك شمن مدينه جيت نوض قنار؟ انا جيت من مدينه تطوان اخي ابراهيم. وض قنار سمعنا على واحد المكان جد رائع في الهدوء في الطبيعه في الجبال والجميل اكثر انه الماء كيجري تبارك الله 24 ساعه وهادشي اللي خلانا نكتشفوا هذا المكان ان شاء الله وجينا وما ندمناش واجواء رائعه دازت وكل شيء يا سلام. واش نسينا اول مره زرت هذا الموطع هذا؟ الصراحه انا اول مره زرت هذا الموطع هذا كانوا الاصدقاء ديالي قبل مني زاروا هذا الموطع هذا ونصحوني وهذه هي الفرصه باش جيت كتاب ان شاء الله هذا النهار باش نزور هذا القنار. بزاف ديال الامور اخي ابراهيم الطبيعه والهدوء والاصدقاء والواد وشي حاجه يعني رائعه اخي ابراهيم والله العظيم شي حاجه. والمنظر مع قلت لي الضغط النفسي ما كيبقاش عند الانسان. ما كيبقاش كتنسى الهموم كتنسى الخدمه كتنسى كل شيء الصراحه الله ياك. وشنا المدينه كاملين كتنسى. والغياب ديال الحديد والطبيعه والجبال والدراري الحمد لله الوجه والخير تتلقى مع الاصدقاء يعني الرحله كتكون جميله مع الاصدقاء اللي كتمناهم حتى يكونوا معاك. يعني انتم البارح جيتوا دوزوا هاد النهار هذا واش باقيين غادي تطول؟ لا والو اخي ابراهيم العطله ما كايناش اخي ابراهيم عندنا نهار الراحه هو اللي جينا استمتعنا فيه اليوم تلقينا الوجوه الخير ديالكم ان شاء الله. والله حنا سعيدين بالرؤيه ديالكم اخي ابراهيم والله العظيم كنا كنت كنتمنى نتلاقاك اخي ابراهيم. اي والله ارحم بابك اخي ابراهيم احسن مصطفى في العالم اخي ابراهيم. شحال نقول لك اخي واحد الكلمه اخي والصوت ديال الماء اخي والطبيعه اخي شحال نقول لك اخي. انا غادي نسقسك على الاجواء الليليه يعني ملي كنت ناعس في الخيمه ذاك الاحساس اللي كنت كتحس به شنو هو؟ اخي نعاس اخي واخا تما هنا كاين الامور يعني الحمد لله كل شيء متوفر والماء موجود والحمد لله الكهرباء كاين صراحه ديك الصوت المياه والهدوء صراحه واحد الراحه ما نقول لكش يا اخي ابراهيم. مرحبا بنس طنجه. انتي شنو مدينه جيت؟ انا جيت من تطوان مع الدراري كيتسمى صحابي فهمتي العشران ديالي بعثي نعرف جينا على بلا نوايا صدفه عيطوا لي في التليفون قالوا لي تمشي لواد القنار صافي هي هذيك عاد احاول الطمانينه انا كنجي هنا كنكسر الروتين ديال العمل ديالي فهمتي سيمانه كامله حكم تنعرف كتمارس عاود تجاره وهذه وهذه كتجي الضغوطات النفسيه هذه كتجي كتخويا هنايا المهم كتجي كتبدل الروتين كترجع بواحد الراحه نفسانيه فهمتي الدار ديالك وهذاك صافي هادشي اللي كاين اخي. باش نهار تسنين كتعرف تتعامل مع كليان ديالك بطبيعه الحال كترجع اكسي فهمت يعني كترجع نشيط كتعرف تهضر مع هذا فهمت كترجع بواحد شحال نقول لك بواحد واحد النشاط واحد الانرجي كترجع فيك واحد الانرجي جديده بحال اللي كتشحن واحد الطاقه جديده فهمتي كيفاش هذا ما كان اخي ابراهيم. تبارك الله عليكم بالصحه. حياتي اخي ابراهيم. اليوم مع زعوم ان شاء الله. اهلا بكم ضروري ان شاء الله اليوم عمشي نعوم صح اذا نكونوا معاكم. تكون معنا ان شاء الله تحيه ان شاء الله. هاد المخيم كنوفروا فيه جميع انواع اللي خصو شي حاجه كنوفروها له اللي خصو بوطه كنكريو بوطه هنايا الخيام فهمت يا خو الا جاب الخيمه ديالو كنعطيوه بلاصه يا خو ما عندوش الخيمه ديالو عاود كنكريو له الخيمه يا خو كيجيب الخيمه ما عندوش شي فراش كنعطيوه فراش المهم كنوفروا لهم جميع انواع الحاجه اللي خصهم كيحتاجوها يعني كنوفروا. وهنايا غادي يوقع واحد التساؤل هي شحال دابا الانسان الا جاب الخيمه ديالو شحال كتسكران ليه؟ الخيمه ديالو يعني بيرسون كتسمى 20 درهم الا كانوا في الخيمه جوج كيخلص 40 درهم في الليله. ولا عطيتيهم سينا الخيمه ديالك بكل شيء ديالك؟ بكل شيء ديالي بالطابله بكراسه كنحسبها لهم 150 درهم 100 درهم.
ممكنش شي واحد يجي لواد قنر ما يتلاقاش جابر. الله يا خي ابراهيم مرحبا بك خي جابر، راك عزيز وغالي ونسينا غني عن التعريف والناس اللي ما كيعرفوكش. انت ولد المنطقه، وشنو تقول للناس اللي باقي عمرهم زاروا هذه المنطقه هذه؟ كنقول لهم خصهم ضروري يجيو يكتشفوا البلاد ديالهم، يعني فهمتي، يعني بلاصه يعني كاين ما يتشاف، فهمتي، ناحيه معامله الناس هنا في المنطقه، الناس اي واحد يتعامل معاهم وعندهم يعني شي تليفون ولا شي حاجه، فهمتي، الحمد لله كاين الان. تخلي الامسيه ديالك كامله ما عندكش شكون يأذيها لك. ماشي اللي أذيها لك، تخلي في الكامبيل ديالك، فهمتي، كاين العسه، كاين الضو، الحمد لله كلشي موجود، طواليط، اي حاجه يعني يقدروا يعني يحتاجوها هنا يلقاوها، فهمتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.